انطلقت الآن الجياد في شوطها الثالث على جائزة النادي التقديرية جياد وفراس الإنتاج السعودي عمره 3 سنوات فأكثر التي لم تكسب، يقام على مسافة 1800 متر، قيمة الجائزة 66,000 ريال. وفي هذه الأثناء يتصدر على ما يبدو القعقاع في المركز الأول، وشاهد أيضا محاولات من قبل الجريم في المركز الأول، يتصدر في هذه الأثناء الجريم إلى صدارة هذا الشوط بحوالي طول ونصف عن القعقاع صاحب المركز الثاني، ورافية في المركز الثالث من الداخل. وأيضا هناك محاولات بقية الجهات في هذا الشوط، عبير الشدة أيضا محاولات من الخارج، والصدارة للجريم في المركز الأول. متابعة الآن من القعقاع لأخذ الصدارة في المركز الثاني، وأيضا من قبل بقية الجياد مع اقترابها من بعض، وأيضا رافية في المركز الثالث، ومحاولات الآن من بقية الجياد في هذا الشوط. أيضا نشاهد أساس محاولات للتقدم في المركز الثالث، والقعقاع يحاول أن يتصدر في هذه اللحظات. إذن القعقاع كما تشاهدون إلى صدارة هذا الشوط في المركز الأول، متابعة من رافية في المركز الثاني والثالث من الخارج، أيضا أساس والجريم أيضا وجمام أيضا يظهر كما تشاهدون في المركز الرابع والخامس، والصدارة للقعقاع. القعقاع ما شاء الله مفرد بالصدارة، القعقاع في المركز الأول يتصدر آخر 200 متر في هذا الشوط، القعقاع متصدر رافية في الوصافة، ومحاولات من جمام وأيضا أساس، وصدارة للقعقاع ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مفرد بالصدارة ووصول إلى خط نهاية مع الفوز بالمركز الأول وجائزة النادي التقديرية. ألف مبروك.